ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. قبل نزال تأر أو نزال القرن اللي كينتظروا جميع متتبعي رياضات الفنون القتالية واللي كتجمع بين البطل العالمي بدر هاري وناظره الهولندي ريكو فيرهوفن برسم مسابقة غلوري للكيوان، وهي رياضة القتال المختلط، وهي واحد المباراة اللي كيتسناها جميع المغاربة بصفة عامة، واللي كيتمناو فيها تكون الفوز يكون الفوز حليف البطل المغربي بدر هاري على منافسه ريكو فيرهوفن، اللي في مباراة اللي غتكون تأرية ومباراة اللي غتكون قوية بزاف بعد المباراة الأولى اللي تصاب فيها بدر هاري في الدراع ديالو، وكانت مباراة بداها بها بدر هاري بواحد الحماسة واستطاع في الجولة الأولى أنه يقدر يتمكن من ريكو فيرهوفن، إلا أن الإصابة منعته باش مواصلة اللقاء، وهو أكد بأن ما يمكنش يسالي هذا النزال، خصوصا أن بدر هاري السن ديالو ما بقاش زعما بدا كيكبر في السن، وما يمكنش يعاود زعما يكمل المشوار ديالو إلا لا كانت واحد المباراة تأرية، وباش يشوفوا شكون هو أحسن رياضي أو مقاتل في رياضة الكيوان. وكيف ما كتعرفوا بأن مهم بدر هاري كداز عنده مشاكل أنه مشى للسجن وهذا، ومع ذلك بقى كيتدرب وتماما العقلية ديالو تبدلات وما بقاش هذاك، كان ملقب بالجولدن بوي أي الفتى الذهبي وفي الفتى المشاكس، كان شوية خارج الحلبة وداخل الحلبة كان شوية هجومي وعنده واحد لاغريسيفيتي، عنده واحد الشخصيه اللي عنيفه، ولكن من بعد تهدان وتكونسونطرا بزاف ولا عنده التركيز كامل على الاسره ديالو على التدريب ديالو، وهذا ما اليوم اشنو جرى هما كيتعبروا كيديروا لهم الوزن، كل واحد اي رياضي كيكون عنده كيديروا ليه الوزن ديالو باش يعرفوه، ومن بعد كيتلاقاو قبل المباراه الحاسمه والتاريخيه، المباراة اللي غتجمع بين البطلين غدا إن شاء الله، وغادي تكون حاسمة وغادي تكون واحد الحدة فيها، واحد بحال مباراة القرن بالنسبة للمقاتلين اللي من العيار الثقيل، هادو ماشي مقاتلين ساهلين بحال بالنسبة للبوكس أو رياضات قتالية أخرى، هذه المباراة عندها الوزن ديالها خصوصا في مسابقة غلوري. وفي هذا الأثناء البطل بدر هاري كيساعد باش يدخل إلى الحلبة باش يتعبر بكل ثقة وبكل مجد ديال هذا المقاتل اللي دوز سنوات في القتال وفي التدريب، وهادشي غير باش نعلموا المشاهدين أو المتتبعين أن أكثر حاجة اللي هو التدريب راكي المقاتلين أو اللي كيديروا هذا النوع من الرياضة راكي يكونوا نيفو بعد أولا بروفيسيونيل نيفو طالع، وثاني التدريب راه قاسية جدا مع نظام أكل قاسي جدا، هذاك الشيء ما كي بحال كيضحيوا بحياتهم، ولكن باش يوصلوا لواحد المستوى اللي كيكون محترف وكيكون عالمي راه ماشي سهلة، والفضل كيرجع تاني للتدريب والانضباط والشخصية القوية اللي كتكون عند الرياضي باش يقدر يوصل، ان الرياضة ماشي اي واحد يقدر يوصل للنيفو العالمي. ها هو كيدخل في هذه اللحظة بدر هاري كيدخل اللي الى باش يتعبر مع موسيقى مغربية، ها هو دابا تعبر بدر هاري مع المدربين ديالو، المدرب القديم ديالو والجديد راه حيت كيتعامل مع واحد المدرب مغربي من الاصول المغربيه، هولندي من الاصول المغربيه، وهدف الوزن الثقيل المباراه ديالو والوزن الثقيل، وهي اللي النجوميه دازوا قبل منه واحد دازوا مقاتلين اخرين غير هذوك غير الاوزان الخفيفه والمتوسطه، ودابا يدخل في هذه اللحظه ريكو فيرهوفن اللي بدا بزاف ديال هو دابا حاليا هو المسيطر على رياضه الكيوان،
اللي كنحضر هاد الرياضات راه كنحضروا من كيك بوكسين والتاي بوكسين والمواي تاي، هادو كاع هاد كيف كينتميو اللي كيخدموا اليدين والرجلين وتا الركب الركبه والكود على حساب كل رياضه وعلى حساب القواعد ديال كل رياضه وعلى حساب الكومبيتيسيون شنو كتسمح وشنو ما كتسمحش. وفي هاد اللحظات زعما كيديروا واحد التقديم باش يدخل ريكوفير هوفن باش يتعبر حتى هو، وغادي يديروا هذاك سميتو المواجهه، هذيك المواجهه اللي كتكون قبل من اي نزال، هذيك مواجهه مهمه بزاف وكتبين لك كتبين لك حيت خاص ميم النظره وغير هذاك خاص واحد يسيطر على الاخر، علما انهم راهم محترفين راه ماشي شي وحدين اللي اول مره غادي يتحاربوا، هذا راه قتال اصلا راهم تقاتلوا شحال من مره. وجميع المغاربه كنظن انهم متحمسين لهذا المقابله اللي كان ان شاء الله كنتمنوا انها تكون من من من, من يربح بها يربحها بدر هاري، وكنتمنوا التوفيق للجميع، زعما اللي ربح كيستاهل الفوز كل صراحه. عاود خلى ريكوفير هوفن المقاتل الهولندي اللي في اخر خرجه صحفيه قال لي ما راه دامش ماتش ضد زعما هولندا ضد المغرب، هذا غير رياضه قتاليه والاحسن فينا هو اللي يربح. وعند قال لي ما عندي اصدقاء، هاي النظره الثاقبه ديال ريكوفير هوفن وبدر هاري. بدر هاري وما دابا باغيين يتقاتلوا، هذا سلموا على بعضياتهم كل روح رياضيه افي كيوجدوا ان غدا يكون اما يوم الثار. وهذاك السيد اللي مراهم هو اللي هز الميداليه هو رئيس ديال منظمه جلوري والمنظمه لهاد المباراه القتاليه وجميع المباريات ديال الكيوان، واللي عطات واحد الزخم هاد جلوري راه حياه هاد رياضه الكيوان ورجعت عالميه ومداخل زعما رجعتها بروفيسيونال وكيدخلوا المال مورا هاد الشيء. وهو دابا كيخرج بدر هاري خارج من الندوه الصحفيه، عاد باش يديروا واحد الندوه الصحفيه يتكلموا فيها اللي قبل من الماتش. وكنشكركم على متابعتكم، وهذا كان تعليق على الوزن العبير بيناتهم مواجهه قبل من المقابلات اللي غتكون حاسمه جدا وغتكون متاريه وغتكون منازله القرن. وشكرا، نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.